كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا سلمك الله الثالث في الدراهات الأعيان من علماء اللغة وهو ابن الأنباري. شوف الأصل، يقول الأصل أنه كان أبو بكاتب ابن الأنباري سيقدمه هو الدكتوراه، قال ومشى فيه فترة ثم أعرض عنه تركه وذهب إلى الزمخشري وقدمه، فلما انتهى من الزمخشري رجع مرة أخرى وأكمل بحثه وقد مضى فيه أصلا، وأكمله علميا للانتفاع به وأخرجه في هذا الكتاب الذي سماه أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل ابن صالح السام الرائي وفقه الله العالم اللغوي المعروف. طبعا نفس الأفكار الكتب الثلاثة على نسق واحد تقريبا، يبدأ فيها بترجمة العلم ثم بعد ذلك يتكلم عن شيوخه ثقافته تكوينه العلمي ونحو ذلك، ثم يتكلم عن التسلسل التاريخي إلى وقته، تسلسل التاريخي في علم النحو إلى وقت العلامة أبو بكر بن الأنباري، ثم بعد ذلك يتكلم عن أهم كتابين له، تكلم عن أهم كتابين له، كتاب البيان وكتاب أسرار العربية، أهم كتابين هو يختار منها ولا له عدد من الكتب، مع أن ابن الأنباري من المكثرين، يقول يقال له 130 مصنف أكثرها طبعا في اللغة، ولا ألف في الفقه وألف في الزهد وشيء من ذلك، غالبه إلى الآن ما هو غير موجود وقليل من المخطوط والأقل منه ما طبع منه لابن الأنباري. طبعا ثم بعد ذلك مسائل النحوية، مدرسته، موقفه من الاستشهاد وموقفه من كذا، بعض قضاياه التي تبناها، مدارسته فيها، المآخذ التي عليه، كلها على منوان واحد ساقط، لكن تختلف في بعض القضايا في بعض الدراسات أو بعض ما يعني إذا, إذا, إذا حصل نوع من التميز عند أحد الإعلام بشيء خصه بهذه الدراسة بهذا الشيء، وما حتى قارن بينه وبين ابن جني في بعض الكتب. والكتاب كنا من إصدارات دار ابن كثير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.